متتبعي قناه تي في، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من تطوان. الحمد لله زخات مطريه الان كترفها المدينه، الله يرحمنا في هذا التوقيت بالضبط. على العموم الحصيله ديال اليوم كالعاده وزاره الصحه كتصدم كل المغاربه باثقل حصيله كالعاده، 3254 اصابه مؤكده جديده في فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي متتبعينا الى حدود الساعه الى 179,003 حالات في المغرب للاسف، فيما حاله الوفاه هي الحصيله كانت اليوم ثقيله ب 51 حاله وفاه جديده، كترفع عدد ضحايا كورونا الى 3027 عفوا. اذا اليوم متتبعينا مع زخات المطريه صدمتنا وزاره الصحه كالعاده بالحصيله، للاسف حصيله اليوم اللي ثقيله كذلك، 3254 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 179,003 ديال الحالات في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية والتحاليل المخبرية فقد بلغ 2,905,525 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها للأسف سجلت 51 حالة وفاة جديدة للأسف، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 3027 عفوا إلى حدود الساعة. وتم التأكيد من 2417 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 148,838. تهيب وزارة الصحة كالعادة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. عفوا، إذا متتبعينا اليوم الحصيلة ثقيلة، بالتذكير أن مدينة الحمام البيضاء للأسف سجلت اليوم تطوان أثقل حصيلة كذلك، 71 حالة مصاب كورونا سجلت، وحالة واحدة إلى حدود في حالة وفاة عفوا واحدة في الساعات الماضية. إذا تطوان اليوم متتبعينا أثقل حصيلة في التاريخ ديال تطوان هي 71 حالة، وعنذكركم أن مدينة الحمام البيضاء كانت استبشرت خيرا ليلة عيد الفطر منذ بداية الجائحة إلى ليلة عيد الفطر كانت عندنا 75 حالة، ورجعنا ليلة عيد الفطر صفر حالة، الآن اليوم كنسجلوا 71، وللتذكير أنه تطوان الآن سجلت في المنطقة الحمراء، عفوا لأن كاين المنطقة الخضراء اللي عندها أقل من 20 إصابة، والمنطقة الصفراء من 20 ل 50، والمنطقة الخضراء من 50 فما فوق. إذا اليوم متتبعينا تطوان كتسجل في المنطقة الحمراء كما تسجلت أمس وأول أمس للأسف. الحمد لله أنه كاين زخات مطرية الآن كتعرفها مدينة الحمام البيضاء، الله يرحمنا قد نفع وقد قوادسنا، ونطلب الله الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3254 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى عفوا 179,003 ديال الحالات في المغرب. وفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 2,925,025 حالة منذ انتشار الوباء هذا الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت للأسف سجلت اليوم 51 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 3027. اليوم سجلنا 51 حالة وفاة، يا ربي السلامة، الأرقام الإخوان كترتفع، الموجة الثانية للأسف غتكون أثقل موجة على المستوى الدولي بعد ما شفنا أرقام كبيرة في مجموعة من الدول الإسبانية والفرنسية والهولندية والبريطانية والألمانية والبلجيكية. الآن الأرقام في المغرب للأسف حتى هي كترتفع وبشكل كبير. إذن نتمنى بالفعل الناس تأخذ الأمور بجدية وبروح المسؤولية قبل وقوع الكارثة، قبل وقوع الكارثة. 3254 مصاب رقم كبير، 51 حالة وفاة يا ربي السلامة، تا هو رقم كبير وكبير بزاف الإخوان. نتمنى بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء
ونتمنوا كذلك الدعوات ديالكم، هذا هو الأهم. نتمنى والله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا كل المتسبعين الأوفياء داخل الوطن أو خارج الوطن كل واحد ياخذ الحيطة والحذر، خاصة مع هذه الموجة الكبيرة الثانية ديال هذه الجائحة. الحمد لله الآن كما كتشوفوا زخات مطرية الآن بالشوارع الحمام البيضاء، نتمنوا بالفعل الله يرحمنا، هذا هو الأهم. أمطار الخير في هذه الأثناء، نتمنى الدعوات ديالكم، الله يرفعنا الله يرفع علينا هذا الوباء عفوا ويرحمنا. كما قلت إذا الحصيلة ديال اليوم متسبعينا كبيرة، 3254 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 179003 ديال الحالات. بشرى السلام عليكم، واش عندكم الشتا كتصب في هذه الأثناء؟ كاين زخات مطرية بشرى. صلاح أهلا وسهلا. من قلب تطوان كاين رشيشات الآن، الحمد لله أنه كاين زخات مطرية، ونطلب الله الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجارية، وحنا مقبلين على فصل الشتاء الإخوان. حذاري من لاكغيب، حذاري من انخفاض درجة الحرارة، حذاري من الإنسان أنه تيكون مريض زكام وتبدا يعطس، هذا راه مشكل ومشكل كبير. إذا من تطوان دائما حنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحمام البيضاء. أرقام ديال اليوم للأسف أرقام كبيرة، كناش كننتظروا أن نوصلوا 3254 و51 حالة وفاة للأسف. الحمد لله الرقم ديال التعافي اليوم كان مرتفع، 2417 حالة شفاء، مزيان، ولكن الأرقام غادية وكتكبر. الله يلطف بنا، ونتمنوا الدعوات ديالكم، الحاضر على الماء الغائب، هذا هو الأهم. متابعينا وحنا معكم في هذه الدردشة عبر شوارع تطوان من ساحة العدالة شارع 10 ماي في اتجاه وسط المدينة. الصورة غنية عن كل تعليق، زخات مطرية في هذه الأثناء، نطلب الله الله يرحمنا، هذا هو الأهم. من قلب تطوان الدعوات ديالكم متسبعي قناة شوف تي في، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاري، هذا هو الأهم. إذا تطوان كتسجل كذلك أثقل حصيلة، 71 حالة، وتم تصنيف تطوان في المنطقة الحمراء. تطوان للأسف كتسجل في المنطقة الحمراء ناعمة مساء النور بسبب ارتفاع هاد الأرقام. تطوان كما قلت استبشرت الساكنة أخيرا، وكان آخر ريبورتاج عملناه في المستشفى الإقليمي سنية الرمل ليلة عيد الفطر 29 رمضان، آخر شخص، ثلاثة ديال الأشخاص غادروا لمصلحة الكوفيد 19 في المستشفى الإقليمي بعد الإضحى بثلاث أيام. تفجر ملف أو ضحايا أو مصابين معمل الرونو بالقصر الصغير. من قلب تطوان متسبعين، أنتم كتشوفوا الأجواء جميلة مع هذه الزخات المطرية، ونطلبوا الله الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. وبالمناسبة حذاري كل مستعملين الطريق من هذا الانزلاق وهذا الزلق اللي تيوقع بهذه الزخات المطرية الأولى، وخاصة في المعارجات الخطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين تطوان طنجة وعلى مستوى الجماعة القروية عين الحصن. جماعة القروية عين الحصن ما بغيناش نسمعوا شي خبر اليوم، شي رموك تقلب ولا شي كامل ولا شي سيارة ولا شي حاجة، لأن هذيك الطريق طبعا الطريق صعيبة وصعيبة بزاف. نتمنوا بالفعل متسبعينا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. هذه الأجواء في هذه الأثناء بمدينة تطوان، أجواء جميلة، ولكن نتمنوا من الله هذه الزخات المطرية ترفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. مباشرة من تطوان في اتجاه شارع الجزائر قلب المدينة، سنعطيكم هذه الحصيلة اللي هي ثقيلة في الحقيقة، 61 حالة وفاة، يا ربي السلامة، رقم كبير وكبير بزاف، ما كناش كننتظروا وزارة الصحة تصدم المغاربة اليوم بهذه الحصيلة ديال 3254 فيما سجلت 51 حالة وفاة للأسف. من شارع الجزائر الحمد لله زخات مطرية كترفها المدينة في هذه الأثناء، نطلبوا الله
عفوان بشرى شكرا لك مدينة جميلة حقا تحياتك مدينة طنجة الله يحفظكم كاملين خواتي اخواتي تحية لاخي الصحفي المحترم شكرا لك بشرى وشكرا لكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم لرفع علينا هذا الوباء بغينا نرجعوا للحياة الطبيعية في القريب العاجل مقبلين على فصل الشتاء عفوا حذاري من لاغريب حذاري من الزكام حذاري ثم حذاري وخاصة مع هذه الجائحة ولكن بغينا نرجعوا للحياه الطبيعيه متبعينا هذا هو الاهم هو بغينا نرجعوا للحياه الطبيعيه مباشره من تطوان انتم كتشوفوا الاجواء الارقام للاسف غاديه وكتكبر اليوم وزاره الصحه كما قلت صدمت كل المغاربه بهاد الحصيله ديال اليوم 3254 كترفع العدد الاجمالي الى 179003 ديال الحالات في المغرب وفق المصدر الذاتي فان عدد الحالات المستبعده بعد الحصول على النتائج السلبيه بلغ 2,905,525 فيما الحالات المستبعده بعد التحليل المخباري السلبي طبعا كما قلت 2,905 ديال الحالات الحمد لله انه حاله ديال التعافي اليوم ارتفعت 2,417 نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريها تحيه الخليد الحمد لله فهاد الاثناء كاين زخات مطريه نطلبوا الله تكون تساقطات مطريه في ربع المملكه لتذكيرنا قبل لحظات تغيرات مناخيه في مدينه مكناس عاصفه قويه بمدينه الدار البيضاء وفي جل تقريبا المناطق في هذه الاثناء كاين زخات مطريه الحمد لله في مدينه تطوان نتمنوا هذه الامطار الخير انها دير حد الباس لهذا الوباء ونتمنوا كذلك الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء كالعاده. اذا من قلب تطوان ارقام كترتفع للاسف عفوا الارقام كترتفع ونتمنوا من الله الدعوات ديالكم والحيطه والحذر هذا هو الاهم الحيطه والحذر مع هذه الزخات المطريه خاصه كما قلت المعرجات الخطيره في طريق الرابطه بين تطوان طنجه وفي كل المعرجات في مجموعه ديال المدن المغربيه كل واحد يحاول ياخذ مسافه الامان ديالو في الطريق متبعينا اذا من قلب تطوان دائما احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع احياء المدينه كما كتشوفوا الدنيا عامره ونطلبوا الله الدعوات ديالكم قولوا لنا كيفاش دايره حاله الطقس الان في المدن ديالكم واش كاين شي شتا كاين شي عاصفه شي ريح شي شتا هذا هو الاهم متابعينا احنا مازال معكم في هذا البث المباشر من تطوان نتمنوا الدعوات ديالكم ولكن الحصيله ديال اليوم كما قلت حصيله ثقيله للاسف 3254 اصابه جديده كترفع العدد الاجمالي الى 179003 ديال الحالات فيما حالة الوفاة عندنا 51 حالة وفاة جديدة كيوصل عدد الضحايا إلى 3027 للأسف. للأسف الأرقام ديال الوفيات لاحظتوا الإخوان كنا أرقام صغيرة ولكن الآن للأسف رجعنا أرقام كبيرة. في الوفيات كانت أرقام صغيرة ولكن الآن رجعنا أرقام كبيرة. ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي ما بغيناش تم اغلاق المدن ولكن 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 نتمنوا الدعوات ديالكم هذا هو الاهم نتمنوا الناس تلتزم ونتمنوا من الله الله يشافي كل واحد بشرى الحقيقه لا كليت شي حاجه وخربقت لي ولكن طبعا مع التغيرات المناخيه حذاري ثم حذاري لان ممكن البرد انه يدير الفعله ديالو نتمنوا الدعوات ديالكم البارح كانت 60 الله يرحمنا برحمته يا رب العالمين قولوا لنا كيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم متابعينا واش كاين شي تساقطات مطريه في هذا الاثناء تطوان انتم كتشوفوا كاين شي رشيشات ولكن نطلبوا الله الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريها من تطوان دائما احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع المدينه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يعني كملوا الوجهه في اتجاه شارع عبد الكريم الخطابي ونطلبوا الله الدعوات ديالكم اذا شكرا لكم على التفاعل والتعليقات نتمنى نلقاكم بخير بعد قليل في مباشر اخر نطلبوا الله يكون الخير والناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه شكرا لكم
على التفاعل والتعليقات. كان معكم معتكف كالعادة، أمل يلقاكم بخير في وجه آخر، انتظروني بعد قليل، إلى اللقاء.